قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. يا جماعة، هدي النهاردة قررت انها تنزل المطبخ تعمل لنا كيكة الموز. ايوه، فطبعا احنا ايه، طلعنا كيكة الموز من واحدة صاحبتي اسمها مينا، قالت لنا كيكة الموز بتتعمل ازاي، وهدي طبعا وشها اللي كله شوارع دلوقتي عمالة تخرب بيه، لكن هتعمل لنا كيكة الموز ان شاء الله هتطلع زي الزفت. ليه خسارة هي دلوقتي؟ عشان تعرفوا بس كيكة الموز بتتعمل ازاي. حطت الدقيق 2.5 دقيق، عليهم 1 بيكنج باودر، عليهم معلقة قرفة كبيرة، وهتنخلهم كلهم مع بعض. ماشي، اهي بتنخلهم دلوقتي. طبعا هو هي مش هتعرف تستعمل المنخل ده، وعمالة اهو اهو. طيب يلا ما نشوف هتعمل ايه. بس هو على فكرة المنخل بتاعك ده بايظ. بصي اهو اهو شغالة اهو. برافو برافو. ايه رأيك فيا مامي؟ هايدي كرم مولودة 27 أغسطس 1980، ممثلة مصرية ولدت في شبرا وعاشت فيها 7 سنوات. تخرجت من كلية التجارة قسم لغة فرنسية في جامعة عين شمس. معروفة إعلامية وممثلة هايدي كرم. بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التلفزيونية، واستمرت في تقديمها لمدة 2 عامين، ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة MBC 1. وتخرجت أثناء ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية. دي هايدي كرم، هنشوف أسرار عن حياتها دلوقتي. عدد كبير لا يعلم أن الفنانة هايدي كرم لديها ابن شاب يدعى نديم. هايدي تزوجت في عمر 19 سنة وهي من مواليد 1980، كان سنها صغير، ده ابنها بقى أطول منها، ابنها نديم. صور جميلة معاه يشبهها، أي أنها تبلغ من العمر الآن حوالي يعني 38 سنة، بينما يبلغ ابنها نديم 16 سنة. ويعتبر نديم نسخة مصغرة من والدته، حيث ورث جزء كبير من جمالها خاصة عيناها الفاتحتين، نفس العينين. ايه رأيكم، يشبه لها كتير؟ وعلى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بعائلتها معلقة: الأسرة هي نعمة عظيمة، شكرا لك يا الله، ربنا يحميكم ليا. هنا مع عائلتها كلهم جمال جدا. ولقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها، وعلق عم: بجد صورة جميلة أوي، تحس إنهم لسه مستحميين وريحتهم جميلة، إيه الجمال ده؟ وتساءل إسلام: هما دول مصريين؟ وأضاف سمسم: ما شاء الله كل البنات شبه بعض. دي صورة برضو عائلية جميلة. عرفت الفنانة المصرية هايدي كرم بجمالها منذ ظهورها على الشاشة الفنية، خاصة كونها تمتلك عيون باللون الأزرق. وسر جمال هايدي يعود إلى والدتها التي ورثت عنها حتى لون عيونها. تقول مين الأصغر؟ الاتنين شبه بعض كأنهم إخوات، ونفس اللون العيون الزرق. صور جميلة جدا مع والدها. وهذه العيون الزرق باينين قوي. هي نشيطة قوي على مواقع التواصل انستجرام واليوتيوب، ايضا ليها قناة على اليوتيوب. كاد يظهر ان التكنولوجيا مثل كل الناس، في ناس زي كده ذكائهم محدود.
دي صور جميلة ليها. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.